ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الاهلي الحلو ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ الواحد قاعد كده مستمتع، مبسوط، منشكح، فرحان، بتلعب في كاس العالم للاندية، ايا كان من الفريق اللي انت بتنافسه، فرض شخصيتك واسلوبك وطريقتك وجمالك وادائك وكل حاجة جميلة موجودة في الملعب، هدوء وروقان وانبساط وانسجام وجوان. طب عايزين احلى من كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، ويوم جميل من ايام الكره المصريه خصوصا الاهلاويه. الاهلي بالثلاثه بيفوز على اوكلاند سيتي ويتاهل لمواجهه سياتل ان شاء الله يوم السبت القادم في مباراه ربع النهائي، واذا ربنا اكرمنا وفزنا باذن الله سبحانه وتعالى نتاهل لمواجهه ريال مدريد. لكن بصراحه، بكل صراحه، ما لقيتش في لعبك اجمل من راحه صراحة كده، يعني حاجة جميلة كده. وإيه كمان تتبسط في روقان؟ الأساسي زي الاحتياطي، الراجل كولر واقف على الخط بمنتهى الهدوء وبمنتهى الروقان، بيدير المباراة، بيعمل تغييرات متأخرة، واللي بينزلوا متأخرة لأن اللي في الملعب كلهم كويسين، بينزلوا كهربا بيعمل جون ولا أحلى، بيرسي تاو بيسجل ولا أروع، والهداف شريف تاني وتالت ورابع يعود للتسجيل من جديد، والشحات اللي بيسجل في الثلاث نسخ كاس العالم بيعادل، مش في عدد الاجوان لكن بيعادل ميسي وكريستيانو رونالدو، لان ميسي سجل في ثلاث نسخ ورونالدو سجل في ثلاث نسخ وحسين الشحات سجل في ثلاث نسخ، منها نسخه مش مع الاهلي مع العين الاماراتي لكن هو كلاعب سجل. لعيبه النهارده بصراحه حاجه جميله كده وحاجه ممتعه كده، حاجة تستاهل ابتسامة وتستاهل شكر وتستاهل تحية وتستاهل تقدير، حاجة كده عالمية، حاجة كده من الزمن الجميل بقيادة المتألق محمد الشناوي والرائع من خارج الخطوط مارسيل كولر، هادئ جدا رائع جدا. خلي بالكوا دول الاحتياطيين قبل المباراة، شوف الابتسامة على وجوههم عاملة ازاي، ومعظمهم لعب، يعني لعب بيرسي ولعب طاهر ولعب كهربا ولعب مروان ولعب قفشة. بص التركيز والإصرار على وش محمد الشناوي حارس والافتتاح الجميل. أنا الحقيقة بشكر إخواتنا الأعزاء الجمال المحترمين في المغرب الشقيق، يعني سواء الإدارة في إدارة الاتحاد المغربي لكرة القدم، اللي يعني من ساعة ما النادي الأهلي دخل أو وصل إلى المغرب واستقبال منقطع النظير، وشفنا النهاردة الصور استقبال أو زيارة السيد فوزي الأقجع للنادي الأهلي واجتماعه مع كابتن محمود الخطيب، حاجة تحفة. يعني الناس هناك الحقيقة على مستوى إدارة الاتحاد، بشكر تاني السيد فوزي الأقجع السيد محمد المقروف، وبشكر كل الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكر السفير المصري السيد ياسر عثمان الحقيقة وكل أعضاء السفارة هناك على يعني حبهم ويعني مساندتهم القوية للنادي الأهلي. لكنه يتبقى اتنين لابد من الشكر. الأول هذه الجماهير المغربية الغفيرة الرائعة الجميلة. أنا شعرت إن النادي الأهلي بيلعب في وسط استاد القاهرة، في وسط جماهير مصر، في وسط جماهير النادي الأهلي. أنا حضرت ماتش الأهلي والوداد، قلت لكم هم جماهير شرسة جدا دون أدنى خروج عن النص في تشجيع فرقها. شوفوا كل كرة توصل لأوكلاند سيتي تعدى نص الملعب، صفافير، كورنر، فاول، أي حاجة فيه ريحة الخطورة على النادي الأهلي، صفافير بيتعبوا أعصاب الفريق المنافس. كل هجمة مع النادي الأهلي تشجيع من قطع النظير، دخل الهدف الاول اتنططوا، التاني طاروا من الفرحه، التالت بقى سابوا الملعب ومشوا اطمنوا على النادي الاهلي، والاهلي بيقول لهم متشكرين، والجماهير المصريه بتقول لهم متشكرين، الف مليون شكر على هذه المسانده الرائعه الجميله. دايما 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 كلنا كده كعرب في ظهر بعض، وهنا الجماهير المصريه ايام المغرب في كاس العالم كنا حنتجنن على المغرب، وهذا الشعور وصل سواء من رد فعل الجماهير عبر السوشيال ميديا او عبر البرامج، وكل الحقيقه كل النوافذ كانت بتبين قد ايه المصريين بيعشقوا المغرب وكل ما هو عربي. وجاء الوقت اليوم عشان الجماهير المغربيه تعبر قولا وفعلا وعملا. بشكر زميلنا العزيز المعلق الجميل السعودي عيسى الحربين، حسينا انه معلق مصري بيذيع لفريق سعودي، او لا معلق مصري بيذيع لفريق مصري، او معلق سعودي كان الهلال السعودي اللي كان بيلعب بصراحه، يعني مدي الفرقه حقها وبيتكلم وباشعار وبانغام
وفي كل حاجه جميله، والحقيقه ردود الفعل عليه من الجماهير كلها رائعه. مبروك للنادي الاهلي، فوز هام جدا، يبقى عنده رقم قياسي الاهلي كده بامر الله سبحانه وتعالى. يلعب يوم السبت باذن الله 20 مباراه، اتم 20 مباراه في كاس العالم للانديه، الاول دائما، الاول دائما، قدر الاهلي كده الاول دائما. فحتى على مستوى كاس العالم للانديه، حتى سبحان الله لما خدش البطوله يجي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، ويفرح جماهيره ويفرح ناسه، او يفرح جماهيره ويفرح ناسه. وده الاهلي، ده الاهلي، ما تستغربلوش، ده الاهلي محليا، ده الاهلي عربيا، ده الاهلي افريقيا، ده الاهلي عالميا كمان. دي المباراة رقم 19 للاهلي في البطولة، كده عزز رقمه القياسي، اكتر فريق في العالم لعب مباريات في البطولة. الاهلي كده بيحقق الفوز السابع في البطولة، يبقى تاني اكتر فريق بيحقق انتصارات بعد ريال مدريد الاسباني اللي حقق 10 انتصارات. يعني بصراحة يعني خلصت فيك كل الكلام، خلصت فيك كل الكلام بصراحة يا اهلي، بامانة شديدة جدا. رغم اعترافي ان الفريق المنافس مستواه يعني متوسط واقل من المتوسط، لكن انت خدت المباراه بجديه. سجلنا 3 اهداف، اتحسب لنا ضربه جزاء لم تكن ضربه جزاء بالفعل، كانت من بره والفار اعادها بس طرد اللعيب، وضيعنا جوان كتيره جدا جدا، وده برضو طبيعي لان المباراه اتسهلت جدا. لكن تتوقف معايا على ارضيه الملعب، لان كولر من المدربين اللي بيحب الارضيه دي، اديني ارض حلوه، ملعب حلو، ادي لك فنون كره قدم. ببارك لحسين الشحات اللي افتتح اهداف النادي الاهلي في المشاركه دي، وكرر اللي حصل 2020 لما كان سجل الهدف الفوز على الدحيل القطري. لو كان عندنا حقوق كنت جبت لكم الجون، صوره تقريبا طبق الاصل من هذا الهدف، يعني ما شاء الله. خلينا بقى نمسي على حبيبنا الجميل المعلق الرائع، الصديق والزميل العزيز المتالق عيسى الحربين، المعلق اللي قام بالتعليق على مباراة اليوم. مساء الفل عليك يا اجمل عيسى في الدنيا. اهلا اهلا وسهلا بالقدير والعزيز شوبير، تحية لك وتحية لكل المتابعين، والف مبروك للاهلاوية ومبروك لمصر وللعرب. ليلة كبيرة وفرحة يستاهلها الاهلاوية. عيسى، شعرنا انك مصري حتى النخاع، يعني الحقيقة تفاعل وثقافة وخفة دم ومساندة بشكل جميل. انت حسيتك مبسوط وانت بتعلق على المباراة، وبنقل لك على فكرة تحيات كل الجماهير لانه ده نبض الشارع، انا بنقله لك الحقيقة. انا مصري، انا مصري. الله عليك. وزي ما قالت نانسي يعني. نعم. فالحقيقة شوف، نتمنى ان العرب يروحوا دائما بعيد في الاحداث الرياضيه. صحيح، نعم. وكما ذكرت ان ربما انا اتحدث على المستوى الشخصي. نعم. ولا شك ان هذا ما يخالج كل المتابعين الرياضيين. نعم. انك تنتظر من النادي الاهلي ان يكون في مثل هذه الاحداث الكبيره وتعول عليه الامال، لان فعلا هو هبه مصر للعرب. لسه والله بكتبها، لسه بكتبها، لسه بكتبها يا عيسى. والله اسمح لي بقول لك عيسى، لان انت اخويا الصغير يعني، فبقول لك عيسى مباشره يعني، والالقاب والاحترام موجود بالتاكيد، ربنا يخليك. فانت حبيبي اضفت لقب جديد النهارده، الاهلي هبه مصر للعرب، يعني الحقيقه اعتقد انها طلعت عفويه منك، لكنها لمست مع الشارع المصري جدا. والله لا ابالغ في ذلك، اذا كان هناك دعني اقول معالم عربيه فالاهلي ايضا معلم عربي وهو مصري في نفس الوقت، ويحق لنا كعرب الافتخار بمثل هذا النادي. ولربما سبق وان ذكرت بان النادي الاهلي بالامكان به الحديث مع الانديه الكبيره كالريال، برشلونه، يونايتد، وانت تتحدث ايضا كذلك عن نادي الاهلي كقيمه عاليه. النادي الاهلي بالنسبه لي يعني ما اشوفش بس انه كنادي عربي، انما ايضا نادي عالمي. نحن نتكلم الان يعني عن مشاركه دائمه
وظهور دائم للنادي الاهلي، وبدايه موفقه لا شك صحيح ومنتظره للنادي الاهلي، واعلى فوز للنادي الاهلي في تاريخه. نادي لا شك لا شك. واحنا نتكلم عن اكثر مشاركات من بقيه الانديه العالميه في كاس العالم الانديه هو النادي الاهلي، اكثر لعب مباريات. نعم. انت تعرف نادي اوكلاند سيتي وظيف دائم، لان ده صحيح في اوقيانيسيا ما فيش حد يعني في. نعم. فهو ضيف دائم وعنده سبع مشاركات متتاليه، فمع ذلك الاهلي يلعب مباريات اكثر منه. نعم. في كاس العالم للانديه. نعم. هذا لعل اكبر دليل على قيمه النادي الاهلي. نعول على النادي الاهلي لعراقته، لاسمه، لتاريخه، لنجومه واساطيره، وانت ابرزهم كابتن شوبير، وكذلك لجماهيره الداعمه والاجيال. انا قلت انه معين لا ينضب من الاجيال المتتاليه. صحيح. ربما كابتن شوبير الاهلي في الجيل الحالي قد لا يصنف يعني من الاجيال الذهبيه، لكن صدقني لدي شعور داخلي بان بعيدا عن التصنيفات الاجيال، ربما هذا الجيل يذهب بعيدا ابعد من اي جيل سبق في كاس العالم للانديه. يبقى سؤال وطلب. باعتقادي انها مجموعه حلوه بصراحه. مجموعه حلوه وتلعب مزيكا. سؤال وطلب، من نجم المباراه من وجهه نظرك؟ شوف هذا سؤال صعب صراحه، لان الاهلي كانوا حاضرين بقوه يعني. صحيح. كان الاهلي في يومه. انا حبيت حمدي فتحي بصراحه. حمدي فتحي الله عليك. طيب. يعني ده ما بيلعبش كوره، ده يعزف مزيكا. الله الله عليك صراحه. طيب. لكن كقيمه للمباراه. نعم. انا اعتقد ان اللي فك الشفره هو يستاهل نجوميته. حسين الشحات. حسين الشحات. نعم. نعم. يعني مثلا اللجنه كان في توقيت. نعم. اللجنة المنظمة اختارت محمد شريف رجل المباراة، وكلهم كانوا رجال مباراة. في طلب الحقيقة بنقله لك بالنيابة عن كل الجماهير انك تعلق على مباراة الاهلي وسياتل باذن الله الامريكي. اتمنى لا شك لا شك. نعم. الاهلي كل المعلقين يتمنون ان يعلقون له. هو من يعطيهم وهو من يضيف لهم حقيقة يعني. فأنا سعيد بالتعليق على النادي الأهلي، وللأمانة يعني هذا لا نخفي مشاعرنا أن التعليق للنادي الأهلي أعتقد أن أمنية كل المعلقين، لعب وأداء وكذلك تاريخ وعراقة، وزي ما يقولوا يرفع الاسم. جمهور الأهلي غير جمهور الاهلي، انت عارف انه في كل الوطن العربي مش بس في نعم. في مصر. فالتعليق للنادي الاهلي يرفع من اسهمنا احنا المعلقين كلنا. هذه كل جيتك من الاخير يا كابتن. نعم اشكرك شكرا جزيلا. التعليق للنادي الاهلي يرفع من اسم اي معلق. الله يخليك صديقنا وزميلنا العزيز المعلق العربي السعودي المصري الكبير عيسى الحربين، بشكرك شكرا جزيلا. الاهلي كان فاز على الهلال السعودي 4-0 في النسخة الماضية، ده تاني اكبر فوز للنادي الاهلي. محمد شريف اخذ رجل المباراة، الف الف مليون مبروك للنادي الاهلي. سريعا عشان عندنا ضيف كبير النهاردة وحشنا جدا كابتن حسام البدري، الزمالك استقر على عودة فريرة بعد 8 ايام فقط لا غير من قرار اقالته. خلاص بقى في شويه تفاصيل صغيره كده، هيشوفوا يرجع للتدريب امتى. الزمالك كمان تلقى خطاب انه مباراته مع شباب بلوزداد هتتنقل من استاد القاهره الى استاد برج العرب لانشغال الاستاد ببطوله الامم الافريقيه للشباب بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. الاتحاد الافريقي الكاف عمل تعديل جديد على حكام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اللي هتقام في مصر بإذن الله، بقى طاقم حكام سنغالي بدلا من البروندي بقيادة ECSY. والفريق النهاردة اتمرن بعد الظهر يعني،
وحتى اللعيبه اللي ما سجلوش في القائمه ناصر منسي واحمد بالحاج ومحمود شبانه شاركوا في تدريبات الفريق، وشيكابالا حمد لله على السلامه كمان شارك في التدريب، ولاعبي المنتخب الاولمبي خرجوا من يعني التدريب لانهم موجودين مع المنتخب الاولمبي. خلينا نروح لردود افعال الجماهير المصريه عقب هذا اللقاء وعقب الفوز الكبير للنادي الاهلي على فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبعدين نروح لفاصل بعدين نستقبل الكابتن الكبير حسام البدري. مرحب بيك كابتن شوبير، ومرحب بكل مشاهدي ملعب اون في كل مكان. فرحه كبيره انتابت جماهير الكره العربيه والمصريه وايضا الجماهير الاهلاويه في كل مكان بعد الفوز الكبير اللي حققه النادي الاهلي اليوم بعد فوزه على اوكلاند سيتي في افتتاح مشواره في مونديال العالم بالانديه بالمغرب. خلينا كابتن شوبير نشوف انطباعات الجماهير اللي موجوده معنا الان بعد الفوز الكبير اللي حققه النادي الاهلي. في البدايه تعليقك على فوز الاهلي النهارده. اداء رجاله، لاعيبه رجاله، عملت اللي عليكم بزياده، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي ياخد كاس العالم للانديه. توقعت الفوز النهارده بالثلاثيه؟ ان شاء الله الحمد لله. الاهلي فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري لو برضه امين. الاهلي في دمي، احبك يا اهلي، احب اقول لجمهور الاهلي مبروك مبروك للجميع، وان شاء الله بالتتويج ان شاء الله للاهلي. قول لي شفت الفوز النهارده ازاي، وخاصه ان الفوز بثلاثيه نظيفه. الحمد لله الفرقه كلها رجاله، يعني ما نقدرش نقول انهي يعني في مين احسن لاعب في الاهلي النهارده. الفرقه كلها 10 على 10، كل اللعيبه عندها روح في الملعب والاداء عالمي، والحمد لله باذن الله نوصل لابعد مدى في البطوله ان شاء الله باذن الله. قول لي رايك في الاداء النهارده وتغييرات كولر النهارده. بجد لعيبه رجاله وفرحوا جمهور الاهلي، وبجد على قدر المسؤوليه وكويس، وعقبال الماتش الجاي ان شاء الله. توقعت الفوز ومن الممكن ان الاهلي يذهب بعيدا في هذه البطوله؟ لا لا ان شاء الله الاهلي هيوصل للنهائي ان شاء الله، والبطوله دي بتاعتنا ومش هنسيبها ان شاء الله. الاهلي فوق اي حد، الاهلي كبير. مين كان نجم المباراه النهارده؟ النهارده انا بحيي حسين الشحات ومحمد هاني، كلهم رجاله، اللعيبه كلها رجاله. قول لي رايك في الاداء النهارده. الف مبروك للنادي الاهلي، مباراه كبيره، لعيبه النهارده لعبت مباراه كويسه جدا ومباراه خططيه. بشكر كابتن محمود الخطيب برده اللي هو عمل برده مع الفرقه، عمل مجهودات كبيره يعني اللي هو سند اللعيبه. رايك في الاداء النهارده وتوقعت الفوز الكبير النهارده على اوكلاند سيتي بثلاثيه نظيفه؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر علينا، نمسك الخشب. الاهلي الله اكبر النهارده، مش هقول برشلونه ولا ريال مدريد عشان احنا احسن من برشلونه واحسن من ريال مدريد برضك. الف حمد وشكر يا رب، وان شاء الله اللي جاي احسن وافضل. الاهلي ممكن ياخد كاس العالم للانديه؟ والله كل شيء وارد، كل شيء وارد، بدعاء الملايين ديت، بدعاء الوالدين، ان شاء الله وارد ان شاء الله. قول لي رايك في الاداء النهارده، خاصه ان الاهلي قدم مباراه كبيره وبيكشر عن انيابه في افتتاح مونديال العالم للانديه. والله يكفي الناس دي كلها مبسوطه، ويكفي الناس دي كلها فرحانه، ويكفي كل الناس الاهلاويه دول مبسوطين وفرحانين. وان شاء الله باذن الله يوم السبت ماتش برده صعب، نعدي ان شاء الله باذن الله، ولاعب ريال مدريد وكلها كوره، يعني احنا بشر وهم كلها كوره، وان شاء الله باذن الله برده نعدي ريال مدريد ونوصل للنهائي ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. من اللقاءات اللي انا بعتز بيها جدا ومن الشخصيات اللي انا بحبها جدا ضيفي اللي منورني النهارده. انا بس عايز احكي لكم انه طلب انه يجي يتفرج على المباراه هنا، قال انه الوقت هيبقى متاخر وهنطلع بعد المباراه على طول. فقعدنا اتفرجنا على المباراه، فلقيت مشجع درجه ثالثه للنادي الاهلي قاعد بيتفرج على المباراه وبينفعل مع كل كوره. واول واحد طمني، قال لي خلاص قبل الهدف الاول، قال لي اطمن الماتش خلصان وهنكسب مش اقل من 3. وفضل الحقيقه طول المباراه بقى عمال يعني حاجه جميله. انا بحب الانتماء، يعني ممكن الناس تغضب شويه وممكن تزعل شويه، لكن في الاوقات دي بتشوف قد ايه الانتماء والحب. وكمان الحقيقه واحنا بنحضر للحلقه فاكتشفت انه بسم الله ما شاء الله كلاعب وكمدرب في الجهاز وكمدير فني محقق 38 بطوله مع النادي الاهلي. دي ارقام ما بتتحققش في التاريخ كله، بسم الله ما شاء الله حققها ضيفي اللي منورني النهارده ومشرفني كابتن حسام البدري. مساء الفل يا كابتن حسام. مساء الخير يا كابتن شوبير، نورنا. الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا ما احسبكش كده لسه بتتشد كده. لا لا طبعا. الدنيا ايه ده؟ الاهلي. الاهلي طبعا الأهلي. ومبروك للاهلي. آه. فوز مهم جدا جدا جدا،
والبداية بتبقى مهمة جدا طبعا إن شاء الله. وبإذن الله يعني أنا مبسوط من تركيز الفرقة النهاردة، بالرغم إنه واضح إن هم طبعا اتفرجوا على أوكلاند كويس، وشايفينه بشكل كويس جدا، والدليل على كده يعني من خلال متابعتي ومعرفتي طبعا البداية الهجومية اللي كان الأهلي عاملها، وإن هو محاصر أوكلاند في نص ملعبه، والزيادات اللي كان بيعملها علي معلول من البداية دي، ده أكبر دليل إن هم دارسين أوكلاند كويس قوي وعندهم جراءة وثقة ان هم هيحققوا الفوز. فمبروك وفوز مهم، وان شاء الله المباراة اللي جاية هتبقى اصعب شوية طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله نتخطاها. لكن في حاجة كويسة، يمكن انا متابع برضو لفرقة سياتل ان هم لسه خارجين من فترة اعداد، فملعبوش مباريات رسمية زي اوكلاند كده. اوكلاند فملعبوش مباريات رسمية، فان شاء الله باذن الله الاهلي قادر باذن الله. مبروك لعيبة النادي الاهلي وجهازه وجماهيره الفوز النهاردة. وفي البداية طبعا يعني عاوز في ذكرى الشهداء النهاردة ندعي لهم بالرحمة إن شاء الله، وأعتقد أن النادي الأهلي النهاردة بفوزه إداهم هدية طبعا بالتأكيد في ذكرهم النهاردة طبعا وأسرهم كمان طبعا وأسرهم هدية. طيب خليني شوية في المباراة دي، بعد كده هرجع على فكرة كابتن حسام، أربع مشاركات في كأس العالم كمدير فني أو كعضو في الجهاز الفني، وأما كان لعيب ما كانش فيه بطولة كاس عالم برضه، خد بطولات افريقيا قد كده، لكنه المباراة من الجانب التكتيكي كابتن حسام، وانت يمكن سجلت كل حاجة وانت بتتفرج على المباراة. من الجانب التكتيكي وزي ما انا بقول، واضح ان الاهلي درس اوكلاند كويس قوي، وفي نفس الوقت اوكلاند اتفرج على الاهلي بشكل كويس قوي، والدليل على كده الحذر اللي ابتدت بيه المباراة من جانب فريق اوكلاند. نعم. لعب بحذر شديد جدا طبعا، بتكتل في نص ملعبه وزون في نص ملعبه، ويمكن الاهلي برضو كان عامل ضغط من قدام على فرقه اوكلاند بالاستحواذ كمان في نص ملعب اوكلاند، وفي نفس الوقت بالعمق الهجومي اللي كان بيعمله علي معلول. نعم. كان واضح ان هم عاوزين يعني يزودوا الجبهه الهجوميه بالذات على الاطراف، وشفنا الاطراف اشتغلت بشكل كويس قوي، سواء هاني وحسين الشحات او احمد عبد القادر وعلي معلول اشتغلوا بشكل كويس قوي. وفي نفس الوقت المركز الجديد اللي بيلعب فيه حمدي فتحي بيأدي بشكل كويس جدا، مركز 10 اللي بيأدي فيه والزياده اللي يحسب للمدرب يا كابتن طبعا 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 يعني. نعم. يحسب لكولر ان هو احنا تعودنا ان 10 ده بيبقى بالصير، تعودنا. نعم. بامكانيات أفشا، بامكانيات اللي موجوده اللي بيبقى في لافيو. ففي نفس الوقت عاوز اقول ان يعني يحسب ليه، وفي نفس الوقت هو بيفيد بحاجات كتيره جدا يعني. في اوقات انت بتعمل كثافه في نص الملعب، والدليل كده احنا بنشوف النادي الاهلي لما يبتدي يعمل ضغط على الفرقه وهي بتحضر من تحت، بيبتدي الضغط عن طريق محمد شريف وعن طريق حمدي فتحي. نعم. هم اللي بيضغطوا، وبيبقى في رجوع لحسين الشحات واحمد عبد القادر مع نص الملعب. نعم. بحيث ان هم يقفلوا الاطراف خالص، ما يدوش فرصه للفريق المنافس ان هو يبتدي يحضر عن طريق الاجناب، يبقى في ضغط من العمق عن طريق حمدي فتحي وعن طريق محمد شريف، بيضغطوا على الناس اللي موجودين. نعم. في العمق، ووجود حسين الشحات واحمد عبد القادر مع نص الملعب في على الاطراف بيقفل حته الاطراف، ما تقدرش تحضر عن طريق الباكين، وفي نفس الوقت بيبقى في كثافه عدديه في نص الملعب عن طريق السوليه وعن طريق ديانج، فبالتالي بيبقى صعب جدا التحضير على الفرقه اللي موجوده، فبتلجأ الى الكره الطويله، الكره الثانيه بتنظيم الاهلي وتقارب الخطوط بتبقى الكره الثانيه بتاعت فرقه النادي الاهلي اللي بياخدها ويستحوذ عليها، وبيبتدي التحضير وبيبتدي بقى شغله الهجومي. والنهارده النادي الاهلي بيأدي بشكل جاي جدا جدا، مش عاوزين نقول ان الفرقه قليله وكده. كنت لسه هسألك، الاهلي كويس ولا المنافس ضعيف؟ هو المنافس مش قوي. نعم. يعني مش قوي، لكن في نفس الوقت المنافس بيلعب باسلوب بيصعب على النادي الاهلي، ما يبقاش فيه مساحات. نعم. ما يبقاش في امكانيه للاختراق نتيجه الكثافه العدديه اللي عاملها في نص ملعبه والتقارب الخطوط. ففي نفس الوقت النادي الاهلي النهارده بينوع هجماته عن الاطراف، بينوع هجماته عن طريق العمق كمان. لكن الحاجه اللي انا عاوز اقولها، يجب على النادي الاهلي طبعا وبالذات في الحته الشمال لما بيشتغل احمد عبد القادر وبيشتغل علي معلول، لابد يبقى في مسانده من زياده، لان انا لاحظت النهارده اكتر من مره لما بيحصل محاوله من الاختراق على الاجناب بيبقى في تجمع في النص في زياده عدديه عن طريق حمدي فتحي وعن طريق محمد شريف وعن طريق الراجل العكسي، بتبقى كلها في العمق، فلابد يبقى في مسانده مع الجنب براجل جاي في ظهر المدافعين وفي ظهر نص. نعم. الملعب
بيبقى مش باين هو ده اللي ممكن يعمل الفارق. لكن بخلاف كده النادي الاهلي قدم مباراه جيده، ودي برضه بتدي له ثقه. في نفس الوقت في ناس اول مره من اللاعبين او كم كبير جدا، نعم. اعتقد ما فيش الا الشناوي اللي شارك قبل كده. كل اللاعبين دول معظمهم يعني شارك يعني في ناس لا في علي معلول شارك على قديمه قوي. انا بتكلم على قديمه، نعم. السوليه شارك، نعم. ففي برضه بعض العناصر اول مره تشارك، فالفوز النهارده مهم جدا ليهم وبيديهم ثقه كبيره. المطلوب للاهلي في مباراته القادمه امام سياتل الامريكي، فريق شرس من الناحيه البدنيه، امريكا نتائجها في كاس العالم رائعه، كانت موجوده في دور ال16 وتعبت جدا كل الفرق اللي كانت بتلعبها، غير ان عندهم عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين. ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي لانه مباراه اصعب بكتير من مباراه اوكلاند سيتي؟ اللي مطلوب من النادي الاهلي حاجتين، نعم. اولا دراسه اسلوب لعب سياتل بشكل، طبعا وده انا متاكد ان جهاز فني وكولر هيعملوا الكلام دوت، ودي اعاده النادي الاهلي. في نفس الوقت لابد ان هو يفرض اسلوبه، يفرض اسلوبه. يعني ما يحطش في دماغه ان لو في نقاط قوه متنوعه موجوده عند سياتل ابتدي العب عليها بشكل دفاعي. الدفاع طبعا مطلوب وان انا اتعامل معاه دفاعيا، لكن لابد مع الفرق السريعه دي، واحنا شفنا امريكا في كاس العالم العنصر البدني والمهاري تطور بشكل كبير جدا، لكن هو امريكا طول عمرها عندها العنصر البدني، صحيح. هم متفوقين فيه جدا، لكن بجانب كده ان عندهم بقى العنصر برضه الفني تم التطور فيه بشكل كبير جدا. فانا يعني بقول طبعا يجب النادي الاهلي يفرض اسلوبه، يعني فرض الاسلوب ده هيخلي النادي الاهلي يتجنب خطوره، او لو في نقاط تفوق عن فريق سياتل ان هو يتجنبها بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت انا بقول ان الفوز النهارده معنويا مهم جدا للعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي، وباذن الله تخطي المباراه اللي جايه دي هتبقى خطوه كبيره جدا، لان هنروح بقى للايه الاصعب طبعا، الريال بقى ان شاء ونروح الله ونروح للريال باذن الله ان شاء الله. عايز اسالك سؤال مهم جدا، كان في هجوم وانتقاد لاداره النادي الاهلي، فين المهاجم فين المهاجم؟ الاهلي كان تعاقد مع مهاجم عزيز يعقوب وبعدين الكشف الطبي لا، ثم اذ فجاه بيعود محمد شريف بهذه القوه، هو رجل المباراه النهارده، بيسجل النهارده تحركاته جيده، بيستعيد الثقه كامله، بيسجل في الزمالك هدفين، بيسجل في مباراه البنك الاهلي هدف الفوز، بيسجل النهارده هدف مهم جدا في البطوله. هل الاهلي ما زال في احتياج لمهاجم، ولا ان انت بتدي الثقه لواحد زي شريف، واحد زي كهربا اللي بيصنع هدف، ما فيش اجمل من كده النهارده البيرس تاو، وبيرس تاو كل ما بيلعب ايضا بيسجل، هل انتهت قصه المشاكل الهجوميه عند النادي الاهلي؟ هكلم بصراحه ومراحل شويه. مرحلة كولر في البداية أنا أعتقد أن كان في عدم معرفة بإمكانيات اللعيبة بشكل كافي، صح. والدليل على كده أن هناك عناصر مهمة جدا تم يعني مش استبعادها، ما كانش بيتم الاعتماد عليها. ممكن بتبقى في مراحل انتهاء موسم وفي لعيبة مجهدة، وفي نفس الوقت مع قدوم مدرب جديد، فبيصادف أن ممكن المدرب بيحكم على اللعيبة من خلال التدريبات او من خلال رؤيته ليهم، ودي بالذات بتبقى هي دي صعوبه يعني المدرب الاجنبي، ده صحيح. لان المدرب الاجنبي لما بيكون موجود ولسه جديد بيبقى ما عندوش معرفه بالفتره السابقه بالنسبه للفريق وامكانياته والنقاط المميزه واللعيبه اللي موجوده فيه، فيمكن كولر يعني استبعد بعض اللعيبه في البدايه، لكن الحمد لله كان النادي الاهلي برضه بيكسب وبيحقق نتائج ايجابيه. مع مرور الوقت ابتدى بعض اللعيبه تسترد مستواها او ترجع لمستواها بشكل مميز او بشكل جيد زي شريف، وفي نفس الوقت عوده كهربا مهمه جدا، فبالتالي ابتدى حتى احنا شفنا في البدايه يعني انا ما كنت بتفرج كنت ببقى مش متضايق، لكن نفسي جدا احمد عبد القادر يشارك، يعني استبعاد احمد عبد القادر في الاول كان يعني مش في مصلحه الفريق، مش مصلحه الفريق، عدم الاعتماد على شريف في نفس الوقت وانك يتحول مش اساسي لاحتياطي، يبتدي يحصل له شويه توتر، ويبتدي يبقى كل تفكيره ان هو عاوز يثبت نفسه تاني وكده، بالرغم ان هو طبعا ادى مواسم جيدة جدا مع النادي الاهلي، لكن انا اعتقد النادي الاهلي رجع تاني للقوام الاساسي، وفي استقرار دلوقتي بوجود شريف ووجود احمد عبد القادر ووجود حسين الشحات، في فتره نفتكر ان حسين الشحات كان خارج الحسابات، وفي نفس الوقت حسين لعيب مميز، يعني في اوقات بيحصل له المنحنى هو وشريف ساعات بيبقى نازل شويه، لكن لعيبه مهمه جدا. فاعتقد الرؤيه دلوقتي خلاص بقت واضحه لكولر،
استعاده اللعيبه دي مهمه جدا جدا في مصلحه الفريق وفي مصلحه المدير الفني، لان دي عناصر هتخدمهم بشكل كبير جدا. فزي ما انا بقول لعيبه النادي الاهلي دلوقتي هيبتدي يبقى فيه منافسه، لان النادي الاهلي دلوقتي بقى عنده كم من اللعيبه سواء اللي موجودين في الملعب او اللي موجودين على الدكه، عنده بدائل كتيره جدا، عنده اوراق كتيره جدا. فدي في مصلحه الفريق ودي بتساعد المدير الفني بشكل كبير جدا طبعا. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين، ثم نعود نتواصل مع اللي منورنا النهارده النجم الكبير كابتن حسام البدري. ما شاء الله كابتن حسام ارقام ولا اجمل يعني، بس انا عايز برضو شويه، طالما احنا في كاس العالم للانديه اربع مشاركات ما بين مدير فني وما بين مدرب عام ومدير كوره، مدرب عام ومدير كوره يعني، خلينا نتكلم على الفتره دي لحسام البدري. طبعا يمكن الفتره دي ابتدت قبلها طبعا 87 ابتدت تمرين مع بداية مشواري التدريبي مع النادي الأهلي فرق الناشئين طبعا، واستمر الكلام ده لغاية 2001 يعني من 87 لغاية 2001 مدرب مدرب مع بطلت 25 سنة بين أحسان بطلت 24 سنة إصابة سنة. بعدين حولت بقى لمدة سنة 25 سنة كنت مبطل. و جماعة كنا بنلعب ماتش في المغرب مع الحليب كلاس المغربي اللي بتاخد مع الرجاء اللي هو دلوقتي الرجاء وكابتن حسام اتصاب وقعدوا يتحايلوا عليه طلعوه مرضاش وقعد يضرب كابتن جوهري الله يرحمه وكان الله يرحمه كان مكاوي ساعتها والدكتور وقعدوا يتحايلوا على حسام، قال لك لا انا كويس نزل يا عيني الكره اللي بعدها هي دي بقى عملوا له بذل وشالوا له دم وما كانش تدخل خاطئ ساعتها يعني. فالحمد لله وبعدين ابتديت مشواري مع 87 التدريبي مع النادي الاهلي وفي 2001 تم بقى اختياري للفريق الاول، وكان اول مره مع مانويل جوزيه الحضور الاول مع مانويل جوزيه، وبعدين بعد كده اشتغلت بقى مع ديكسي الالماني وبعدين بومفرير وبعدين مع مانويل جوزيه تاني في اما رجع مانويل جوزيه تاني. وكان الشيء الجميل طبعا اما كان مانويل جوزيه راجع كان في الولايه الثانيه، هو اللي طلب من الحاجات اللي طلبها كان الكابتن الخطيب والاستاذ ياسين منصور راحوا له البرتغال على اساس كان الموضوع ده كان سري خالص طبعا ما كانش حد يعرف، على اساس ان هم يرجعوا مانويل جوزيه تاني للولايه الثانيه، فكان طلب منهم عودتي معاه يعني. فده طبعا شيء اسعدني جدا وبدات بقى اكمل مشواري، ووقتها طبعا ثابت الله يرحمه يعني توفاه الله، فكان اختيار بقى كابتن الخطيب والكابتن حسن ان انا اجمع ما بين مدير الكوره والمدرب العام. نعم. فقعدت فتره طبعا مميزه جدا مع مانويل جوزيه، طبعا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. فرق معاك في حياتك؟ جدا يعني. نعم. يعني في 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 حته التدريب وفي الاداره كمان. الاداره؟ يعني طبعا. استفدت منه حاجات كتيره جدا، وبعدين بعد كده في 2009 و2010 كانت اول مره بقى ان انا اتولى الاداره الفنيه، كنت مدير فني وقتها فزت كان الكابتن حسن والكابتن خطيب كان الكابتن حسن والكابتن الخطيب. نعم. وقتها يعني كان موضوع مدير الكوره دي اما كان ثابت موجود في ليبيا الله يرحمه، وكان عندنا خسرنا الدوري مع ام بي هنا مع بومفرير
مع بومفرير. نعم. وكانت حتة مدير الكورة كانت مشكلة، مين اللي كان كابتن الخطيب أشرف على فرقة الكورة، وكان نعم. عندنا معسكر في اسكندرية خدنا الفريق عشان كان عندنا كاس مصر، وكان حتة ان احنا يعني نلاقي مدير كورة تاني كان في مناقشة بتتم كده، وكان الكابتن الخطيب المشرف على الفريق، فاستقر على عودة ثابت البطل. نعم. ورجع ثابت الله يرحمه، وبعدين قعد فترة وتعب فتوفى الله. فحتة مدير الكرة دي برضو يعني كان الكابتن الخطيب ليه دخل كبير جدا برضو. طبعا طبعا ان انا اتولى برغم ان انا كنت مدرب عام وقتها. طب ليه في انطباع دائم عند الناس انه في مشكلة بينك وبين ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن الخطيب، اللي انت عمال تقول ان هو حطك مدير كورة وانه ساعدك انك تبقى مدير فني للنادي الاهلي، ليه هذا الانطباع يا كابتن حسام دائما يعني؟ يعني ازاي مشكلة بينه وبين دايما الناس يقول لك انه حسام البدري مش هيرجع ضرب النادي الاهلي طول ما الكابتن محمود الخطيب موجود في النادي الاهلي؟ لا طبعا اكيد يعني بتسمع هذا الكلام، يعني تبقى غريبة جدا ان ما يتقال في مشكلة بينه وبين مجلس الادارة، دي حاجة كبيرة جدا، كلمة كبيرة جدا يعني ان يبقى في مشكلة بينه وبين مجلس الادارة. وفي نفس الوقت اذا كان بيتقال الكلام ده انا مش عارف بيتقال على اساس ايه، طبعا ده بعيد عن الصحة خالص، طبعا مفيش مشكلة خالص، بل بالعكس لو في اي حاجة اقدر اعملها طبعا بعملها، لو في اي حاجة ما بتأخرش طبعا عن النادي الاهلي. وانا يعني بقول ان كابتن خطيب كان ليه موقف معايا كتير جدا جدا في مشوار يعني في حتة انا بقول حتة ان انا ابقى مدير كورة، حتة ان انا اكون مدير فني. لان تفتكر انت وقت ما كان فنجادة مفروض يجي النادي الاهلي، وفي نفس الوقت فنجادة كان كنت انا في اجازة خارج مصر وكنت موجود وقتها كمدير كورة ومدرب عام. وكنت بقضي اجازتي خارج مصر، كنت عند الاولاد خارج مصر، وفي نفس الوقت حصل ان فنجادة طلب ان يبقى معاه مدرب عام. وكابتن خطيب والكابتن حسن رفضوا. صحيح. وفي نفس الوقت كان قرار عشاني وفي نفس الوقت كان القرار ان انا اتولى المدير الفني. ودي كانت اول مره ان انا اتولى المدير الفني. مفاجاه بالنسبه لك كابتن حسام؟ بس كنت مستنيها. كنت مستنيها اشتغل لها. كنت مستنيها لان سبحان الله قبلها بيومين يعني كنت مع زوجتي واحنا بنتكلم، فبقول لها انا نفسي بقى اتولى صدقني يعني قبلها بيومين وكنت بتابع مع وقتها مع الكابتن الخطيب المدير الفني الجديد مين، وهم استقروا على مين، وكان الكابتن الخطيب بيقول لي لسه ما قررناش، وبعدين بعد كده عرفت ان هو فنجادة وان بيتم التفاوض مع فنجادة، وبعد كده لقيت ان المفاوضات مع فنجادة انتهت وتم ابلاغي ان انا هبقى المدير الفني للنادي الاهلي، ودي كانت اول مره اتولى فيها الاداره بمناسبه انك فده اكبر دليل ان ما فيش مشكله. ما انا هقول لك ليه بيقولوا في مشكله، بس هسالك عن قندوسي وانت دربته فاق الصيف وتردد انه تم سؤالك وان انت زكيت اللاعب، هل هذا الامر حصل؟ لو تاني. حصل مش هتأخر يعني. لو حصل مش هتأخر. مش هتأخر طبعا بس يعني عفيني من الإجابة دي لا طبعا براحتك. لا يعني جداً بعد إذنك عفيني من الإجابة دي يعني. طيب. يعني من حيث إن تم سؤالي ولا لأ، لأن النادي الأهلي ليه أسلوب وفي نفس الوقت أما بيجي بيجيب لاعب بيبقى ليه أسلوب. نعم. والأسلوب ده إحنا بنحترمه وبنحافظ عليه. طيب اللي بيتردد إنه كابتن حسام ترك النادي الأهلي عشان عرض أهلي طرابلس، وده زعل الناس لان هم كانوا شايفينك مدرب المستقبل تعيش سنوات طويله جدا، ده اغضب البعض داخل اداره النادي الاهلي. لا. دي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه عشان اخلص بقى الاتهامات كلها، قصه انه لما حصل موضوع بيراميدز وكان في نوع من انواع الاول يعني نوع من انواع الخلاف في وجهات النظر، خلينا نقولها بشكل مهذب، وحسام البدري تولى رئاسه النادي، ده شويه خلى المسافات تبعد شويه. اولا ناخد نقطه. النقطه الاولى. نعم. موضوع ليبيا. نعم. موضوع ليبيا كان وقتها موجود الكابتن حسن والكابتن الخطيب، واستاذنت الكابتن حسن وقتها جالي عرض ليبيا. نعم. وفي نفس الوقت كان هناك بعض الازمات اللي موجوده بالنسبه لحته التدعيم وبالنسبه لحته ان احنا نجيب لعيبه وكده، وبالنسبه حتى الضائقه الماليه اللي كانت موجوده. نعم. فكان في العرض الليبي، كان جاء رئيس النادي الليبي قعد مع المسؤولين في النادي الاهلي. نعم. وفي نفس الوقت انا رحت راح من القنوات الشرعيه طبعا استاذنت الكابتن حسن، وقتها كان هادي خشب هو الموجود مدير كوره. نعم. واتكلمنا، فكلمت مع الكابتن حسن وقتها
وخدت الضوء الاخضر. خدت الضوء الاخضر. نعم. انا باكد كده لان استحاله. نعم. ومش هقدر. نعم. ما كنتش هقدر لو كان في رفض. لان تفتكر مره يا كابتن شوبير انا هفكرك بحاجه يمكن انت هتبقى مساند ليا فيها. تفتكر لما انت كنت مسؤول في اتحاد الكوره. نعم. وطلبت من الكابتن حسن حمدي ان انا اتولى مدير فني للمنتخب الاولمبي. حصل. والكابتن حسن قال لك لا انا برفض. اردت فعلا ساعتها. حصل. انت حصل. طلبت من الكابتن حسن ان انا اكون مدير فني. حصل. للمنتخب الاولمبي. نعم. والكابتن حسن حمدي قال لك لا مش. نعم. هينفع اسيب حسام البدري دلوقتي. احترمنا تماما وجهه النظر. وانا كمان احترمت. وانت احترمتها جدا. وانا وقتها ما كنتش لسه طبعا الاهلي هو اللي قرر. وكنت لسه بالظبط كنت لسه ما كنتش مدير فني. نعم. والمنتخب الاولمبي اما اخده يبقى انا ابتديت احقق خطوه. المدرب عامل النادي الاهلي ومدير فني. لكن اول لما النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي قال لي مش هينفع. نعم. طبعا انا قلت يعني وافقت على طول طبعا. نعم. والاولويه للنادي الاهلي وقراري. نعم. اللي بيحققه او هو اللي بياخد القرار النادي الاهلي كان بالنسبه لي. نعم. فلو كان النادي الاهلي قال لي انت مش هتمشي. آه. ما كنتش همشي. ما كنتش هتمشي. ما كنت طبعا ما كنتش همشي. طيب ده بالنسبه لموضوع الاهلي اللي بالنسبه لموضوع بيراميدز. استاذنك اروح لفاصل. اتفضل. وارجع اخد اجابه الكابتن حسام البدري على موضوع نادي بيراميدز. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. بجد ترحيب بضيفي اللي منورني كابتن حسام البدري. وقفنا على قصه نادي بيراميدز. نادي محترم وله احترامه وله تقديره عندي وعند الناس كلها. لكنه انت عارف البدايه كانت فيها نوع من انواع التوتر والناس فوجئت ان حسام البدري رئيسا للنادي. فخدتها بقى من هنا يعني بشكل انه في خلاف عنيف ما بين الاهلي وحسام البدري. انا نفسي كابتن شوبير اندهشت. يعني زي ما انت بتقول اندهشت من رد الفعل. على اساس ان انا كنت موجود في النادي الاهلي وكنت الولايه اللي كانت موجوده في 2016. نعم. 15 و16 مع المهندس محمود طه. و17. نعم. وحققنا فيها نتائج كويسه جدا الحمد لله. ويمكن لغايه دلوقتي دي افضل ارقام. نعم. اتعملت في الدوري العام. وقتها كان في سوء توفيق في اوقات معينه كده وقدمت استقالتي لمجلس الإدارة. ووقتها مجلس الإدارة تقبل. كان الكابتن محمود الخطيب بقى جه رئيس. كان الكابتن محمود الخطيب. نعم. مع ان كان في مساندة كبيرة جدا من. نعم. الكابتن محمود الخطيب. وأول ما تولى رئاسة. يعني كان في مساندة جامدة. احكي لك على موقف. احكي لي طبعا. اترشح فيليكس مجات. انا اللي شاهد. ما حدش بيحكي لي يعني. وشهود على ده. المدرب الالماني كبير. المهندس خالد مرتجي والسيد العمري فاروق. المدرب الالماني كبير. الكابتن محمود الخطيب. وتم ترشيح فيليكس ماجات انه يجي يمسك مدير فني للنادي الاهلي. اللي قاله الكابتن الخطيب بالحرف. قال ده ابن النادي واخد دوري وكاس مع النادي واخد بطولات والنادي الاهلي متمسك بيه بنسبه 100%. طيب. دي شهاده لوجه الله يعني. وفي موقف اخر حصل. نعم. يمكن خدت السوبر انت بعد كده في. لا في موقف تاني حصل برضو. يمكن نفس الكلام ده اتعرض على الكابتن الخطيب. نعم. في احد الدول العربية. وان يعني يتم استخدام مدرب اسم كبير جدا جدا. نعم. واللي اتقال لي انا ما كنتش موجود في القعدة. نعم. دي ان الكابتن الخطيب قال لا انا عندي مدرب كويس قوي ومش محتاج مدرب اجنبي. جميل. فالكلام ده كان بيدل ان في مسانده كبيره جدا من النادي الاهلي ومن الكابتن الخطيب بالذات. وفي نفس الوقت لما كان في تعثر حصل يمكن قدمت استقالتي وقتها. وتم قبول الاستقاله. فوقتها ما كنتش مرتبط باي حاجه. نعم. فبيراميدز لما جاء ان في نادي وهيتم تكوين فريق جديد وكده ومحتاجين خبرتي ان انا اكون الفريق واختار العناصر اللي ممكن تبقى يعني تبتدي مع الفريق هي. دي كانت المهمة بتاعتي. نعم. ما كنتش عارف ان رد فعل الجماهير بالشكل ده. لو كنت اعرف ان رد فعل الجماهير بالشكل ده ما كنتش قبلت المهمة. طبعا. انت اشتغلت كمحترف. انا اشتغلت على اساس. ان انا خلاص. نعم. ما عنديش يعني وقتها ما كنتش مرتبط بشغل. وقتها بس كان باين من قبلها انه في شد وجذب يعني ما يعني ما بين تجربه بيراميدز ويعني الخلاف اللي حصل شهير يعني. كل الامور الحمد لله بقت تمام وزي الفل والناس كلها لها احترامها يعني. لكن انا وقتها حتى كنت موجود في جنوب افريقيا للتوقيع. نعم. مع كايزر شيفز. خلاص بتمضي. مع كايزر شيفز. نعم. وقتها. واما كلموني انت مرتين.
برضو المنتخب نفس الامر بالزبط اعتقد يعني بالظبط اه مرتين اه نعم آه فما كنتش عارف ان رد الفعل هيبقى بالشكل ده ولو كنت اعرف ان رد الفعل طبعا كنت اعتذرت يعني لو انا عارف رد فعل الجماهير بالشكل ده لكن ما كابتن شبيل اللي انا بقوله ان في يعني انا بشوف رد فعل الجماهير معايا وما بيقابلوني في الشارع وما طبعا شايف ان في حاله حب طبعا في حاله حب وفي حاله سناء السوشيال ميديا بقت قويه لكن هي طبعا هي السوشيال ميديا في بعض الاحيان يمكن ليه مش متواجد على السوشيال ميديا يا كابتن حسام بقوه والله يعني ما بحبش يا كابتن شبيل يعني انا ما بحبش ابقى متواجد انت تاخد اللي يعجبك انا بتشتم قد كده وبيشيدوا بيا قد كده انا باخد اللي يعجبني اللي على مزاجي يعني اللي بيشتمني يعني, يعني هي السوشيال ميديا اعتقد عاوزه يبقى في يعني في ادمنز امكانيه ان انت تتعامل معاها ازاي نعم. وفي نفس الوقت تبقى متابع وفي نفس الوقت تبقى من فتره لفتره ليك تواجد وليك تداخل في حاجات فطبعا ما بفضلش انا بالنسبه لي يعني انت يمكن انت طبيعه شغلك برضو كاعلامي وتتطلب ان انت لازم تبقى موجود في السوشيال ميديا لكن كمدرب اعتقد بيبقى صعب شويه شايف انها طبعا مش من لا تتناسب مع لا تتناسب مع المدرب اعتقد يعني طيب. يمكن في مرحله تانية ممكن يعني طيب عايز اسالك يعني هو حسام البدري فين من الدوري المصري يعني انا اعرف واعلم تماما ان بيجي لك عروض وقريب كان عندك عرضين من ناديين مهمين جدا جدا هل بالفعل انت بتغالي في طلباتك زي ما بيقولوا هل بالفعل انت عندك اشتراطات في الجهاز المعاون وبالتالي لما المفاوضات بتصل الى يعني النقطة الاخيرة بتتفركش عشان الشروط المغالة فيها من الكابتن حسام البدري بالنسبة للدوري يمكن يا كابتن شوير في نقطة انا عاوز اوضحها يمكن في ناس بتقول لك انت غايب ليه مش موجود ليه انا بسألك سؤال يعني نفس السؤال يعني انا عاوز عندك تجربة ناجحة جدا في الجزائر انا عندي وفي المريخ انا بتكلم الاخيرة في السودان وفي نفس الوقت يمكن انت حضرت يعني. الاحتفال طبعا اما خدوا الدوري بعد غياب 7 سنوات وفي نفس الوقت يمكن تجربة الجزائر دي هتكلم عليها ومهم جدا اتكلم عليها تجربة مهمة جدا وفي نفس الوقت كانت أول مرة أخوض تجربة بالشكل ده لكن الحمد لله حققت فيها برضو نجاح أنا راضي عنه بشكل كبير جدا لكن خلينا نتكلم على موضوع الدوري يمكن أنا من 2019 ل21 كنت موجود مع المنتخب ويمكن لقاءات المنتخب بتبقى طبعا على فترات متباعدة جدا فيمكن ما تبقاش موجود على طول مش زي الدوري اللي بتبقى كل 3-4 أيام ظاهر للناس انك انت موجود وانك انت بتتولى مباريات فبالتالي بعد المنتخب يمكن انتهت المهمة في 21 مع المنتخب ريحت بعدها فترة وفي 22 كنت متواجد مع وفاء سطيف فأنا مش بعيد لكن حتة الدوري العام بمجرد ما رجعت بالظبط زي ما انت بتقولت يعني وذكرت ان انا اتعرض عليا 3 أندية لكن يمكن ظروفهم مش مستقرة وفي نفس الوقت بعدها كان في كلام على ناديين تانيين لكن اعتقد ان البعض بيحاول يستخدم اسمي يقولك ان في مبالغة في طلبات حسام البدري فبيخلي بعض الأندية اعتقد يعني ده اللي وصل لي ان بعض الأندية تعتقد ان هو مش بعض الأندية بعض وكلاء اللاعبين هو يعني بالزبط. انا مثلا اخر حاجة سمعتها انه احد الأندية وانا الحمد لله علاقتي بالجميع جيدة يعني كانوا بيتفاوضوا مع الكابتن حسام البدري وان احمد شبير تدخل قال لهم ما تاخدوش حسام البدري اتقال لي كده اتقال لي كده وطبعا انا ما صدقتش طبعا ضياء السيد كده وتقال علاء ميهوب كده وتقال محمد يوسف كده وتقال خالد جلال كده الوكلاء هي عادي يعني. في البعض مش كلهم يعني مش عايزين كل بعض انا بسمع يعني في بعض وفي نفس الوقت هم والله العظيم يا كابتن حسام انا يعني بنام واقوم الاقي اسم المدرب اخر حاجه مثلا محمد يوسف في طلائع الجيش قال لك شوبير اللي وداه طلائع الجيش طب دي طلائع الجيش ازاي اتمنى اتمنى بصراحه انا بموت في محمد يوسف يعني طبعا طبعا وكل زملائي على فكره في النادي الاهلي بتمنى وبحب طبعاً جدا ان انا تساعدهم طبعا اخدم طبعاً على قد لكن طبعاً بالفعل ما بيبقاش اي دور لكن بسمع ده فزي ما بسمع الحلوه بعد الوحشه مفيش مشكله نعم. فيمكن بالفعل يعني ده وصل لي من بعض الانديه ان في بعض الوكلاء بتقعد تقول ان طلباته الماديه هتبقى مبالغ فيها وفي نفس الوقت طبعا ده بيبقى بعيد طب ليه مش عندك مدير اعمال هو بيبقى بيتفاوض بالنيابه عنك وباسمك عشان تبقى قصه واضحه يا كابتن لا انا عندي يعني عندي ناس عندي ناس لكن في بعض الاحيان في ناس اخرى بتبقى في منافسه انت عارف كابتن شوير ففي البعض للاسف انا يمكن ده بقول يعني بيبقى الغلط عند الانديه نفسها يعني لو كان في رغبه عند الانديه لابد ان هي تتفاوض بشكل مباشر مع المدرب تتكلم مع المدرب تشوف وجهه نظر لو خدوا قرار هم لو خدوا قرار لكن انا طبعا عاوز اتكلم على نقطه تانية ان الفتره دي بتشهد يعني عاوز اقول حاله
غريبة جدا في بعض الأندية، لأن أنا تملي بقول بيبقى في حد أدنى وحد أقصى. نعم. والحد الأدنى والحد الأقصى ده بيبقى في كل الجوانب اللي أنت بتبقى مسؤول عنها في النادي. صحيح. يعني أنا بقول إن الدوري المصري بقى فيه طبعا منافسة كبيرة جدا، عنيفة، منافسة قوية جدا. في نفس الوقت بقى فيه أندية بتزيد الأندية اللي عندها إمكانيات، وبالتالي ده بيخدم الكوره بشكل كبير جدا. نعم. كل ما الانديه بيبقى عندها امكانيات ده بيخدم الكوره. انت بتفضل تشتغل مع نادي عنده امكانيات، وبتفضل انك بتختار لعبتك من البدايه، وانك لا تغالي في طلباتك على الاطلاق، لانه ما بيحصلش حوار مباشر بينك طبعًا وبينك طبعًا بينك وبينهم، وبالتالي كل اللي يقال ده بيبقى لا اساس له من الصح. بالظبط. وفي نفس الوقت يا كابتن شوبير زي ما بقول الحد الادنى والحد الاقصى ده ده اللي انا يعني بتمنى ان المسؤولين في الانديه يبقى بيطبقوه في كل حاجه. يعني انت لو عندك امكانيات ماديه بتعرف ان الامكانيات الماديه ممكن نوعيه اللعيبه اللي انت تجيبها ايه، صحيح، على اساس يخدموا لك اهدافك. نعم. ويبقى الكلام دوت متطابق مع الاهداف اللي انت عاوز تحققها. أيوة. انت عاوز تبقى موجود في مقدمه وتلعب افريقيا. نعم. يبقى لابد يبقى عندك الحد الاقصى متوافر عشان تقدر تعمل الكلام ده. نعم. لو مش متوافر عندك الكلام دوت يبقى انت عاوز تبقى متواجد في الدوري العام، ما تنزلش. صحيح. تحت يبقى عندك الحد الاوسط ممكن، يبقى الكلام ده كله متوافر. لكن اعتقد ان الكلام ده ما بيتمش التركيز فيه، فبالتالي بتلاقي فيه تذبذب، في نادي يبتدي كويس وبعدين يحصل له دروب وكده، فدي بتبقى برضو مهمه المدير الفني مع الادارات. مع الإدارات. يعني انا لازم يبقى فيه خبرات في الحاجات. صح. دي يعني. طيب انا هروح لفاصل، بعد الفاصل لازم اتكلم على تجربة الجزائر. تمام. ورغم انها كانت ناجحة جدا لكنه انت صممت، وانا كنت الحقيقة شايف قد ايه تمسك ادارة نادي وفاق الصيف بحضراتكم ناس محترمين جدا جدا جدا، وقيل على لسانك وكل الاحترام على فكرة، احنا في عالم احتراف اهو، انه الكابتن حسام بيرحب بشدة بتدريب نادي الزمالك. ده سؤال، زمالك نادي كبير ونادي محترم ونادي ليه كل التقدير، لكنه ده سؤال طرح الآونة الأخيرة، نعرف إجابته من الكابتن حسام البدري بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. نبدأ بتجربة أو الكلام اللي نسب لحضرتك أنك ليس لديك أي مانع من تدريب نادي الزمالك، والبعض قالوا ليه لا، طب ما الكابتن محمود الجاري هذا الرمز والاسم الكبير درب نادي الزمالك وحقق نجاحات وانت مدرب محترف. البعض شاف ان ما فيهاش مشكلة، والبعض قال ان انتماء حسام البدري للنادي الاهلي يمنعه من ده، والبعض قال ان الخلافات اللي موجودة، بلاش خلافات، انه انت بعيد، بلاش خلافات، انا صلحت ان انت بعيد الفترة اللي فاتت دي عن النادي الاهلي، فانت كراجل مدرب دربت الاهلي ودربت المنتخب ودربت امبي ودربت عدد من الاندية داخل مصر وخارج مصر، ايه اللي يمنع؟ انا الموضوع ده اتطرح اكتر من مره. تمام. وكابتن شوبير انا اكدت ان النادي الاهلي اكتر من مره، يعني فوضوك كلموك بعتوا لك؟ لا يعني اتطرح اكتر من مره. لا، في حد من نادي الزمالك جاوبني بصراحه، ده سؤال مهم، حد كلمك من الزمالك خد رايك من المسؤولين في الوقت الحالي؟ اي وقت؟ لا، كان قبل كده في اقتراح. قبل كده. تمام. كان قبل كده في كلام وكده قبل كده. تمام. وفي نفس الوقت يمكن نفس الرساله اللي انا هقولها دلوقتي. ايوه. بلغت ان نادي الزمالك نادي كبير، وطبعا يعني شرف لاي مدرب ان هو يتولى اداره نادي الزمالك، لكن نادي الاهلي ونادي الزمالك لاولاده. لاولاده. دي كلمتك يعني دايما. دي كلمتي انا بفضل. يعني لو انت بتفكر في مدرب وطني او محلي او مصري، يبقى الافضل انك انت تجيب حد من ابناء النادي. فانا انتمائي للنادي الاهلي. نعم. فصعب جدا او ما ينفعش يعني نادي الزمالك لولاده. يعني انت قلت كل الاحترام لنادي الزمالك طبعًا، لكن انت من ابناء النادي الاهلي طبعًا، وكل طبعًا نادي يعني اولى باولاده، أولى بالذات الاهلي والزمالك يعني. طيب. الا لو في وجهه نظر تانية في بعض المدربين من خارج الاهلي والزمالك ممكن، يعني زي ما كان في تجربه للزمالك قبل كده، إيهاب جلال مثلا، يعني ممكن وارد، لكن انا دايما بقول ان الافضل الاهلي والزمالك لاولاده. يعني ده يخليني اسالك كابتن حسام، انه حلم او رغبه او امل العوده للنادي الاهلي ما زال بيراودك؟ اكيد يعني. اكيد. وليه لا؟ اكيد يعني. لا وليه لا، ده سؤال منطقي جدا. طبعًا. ليه لا؟ وليه لا طبعا. اكيد طبعا. انت مش شايف انه في اي اسباب تمنع عودتك لتدريب النادي الاهلي؟ لا خالص خالص على خالص الاطلاق. خالص. طيب. كل جماهير النادي الاهلي عارفه انك لك تجربه رائعه مع وفاق الصيف، اسالك عن هذه التجربه، وليه حسام البدري قرر انهاءها بسرعه رغم التمسك الشديد
من اداره وفاق الصيف المحترمه، وحط بين قوسين دي محترمه جدا يعني جدا. اداره محترمه جدا والسيد عبد الحكيم سرار ده كان زميلنا في الملاعب وحد شديد الاحترام يعني. عبد الحكيم سرار طبعا رئيس النادي شخصيه ممتازه جدا جدا. نعم. وكان التفاهم بيننا بشكل كبير. ابراهيم العرباوي شخصيه جميله قوي قوي قوي، هو المدير التنفيذي وبيحب النادي جدا ومساند كبير جدا للنادي. مجلس الاداره اللي كان موجود كان مساند بشكل كبير جدا كويس. ويمكن انا بشكرهم، وفي نفس الوقت بقول ان تجربه الجزائر دي بالنسبه لي تجربه كانت جديده جدا. حلو. وكان توفيق ربنا كبير جدا، لان يمكن انا وقتها كنت بفكر في السفر بشكل كبير جدا يا كابتن شويه. كنت عايز تسافر؟ كنت عاوز اسافر يعني. يمكن بعد المنتخب جالي بعض العروض من بدايه الموسم مع فرق موجوده في الدوري العام، لكن كنت بفضل السفر. وفي نفس الوقت لما جالي نادي وفاق الصيف، نادي كبير واسم كبير، وكان موجود في البطولة الأفريقية السابقة في الدور قبل النهائي مع النادي الأهلي. فبالتالي لما تم الاتصال من السيد عبد الحكيم سرار يمكن كانت موافقتي سريعة جدا. وفي نفس الوقت كنت لا أعلم ظروف النادي من ناحية المالية ومن ناحية ان هو استغنى على كل اللعيبة اللي موجودين، وما كانش يتبقى من اللاعبين إلا ثلاث لاعبين بس، منهم أحمد القندوسي. رحت لقيت طبعا هيكل جديد موجود، 40 لاعب جديد في المعسكر، كنا في تونس مع 40 لاعب جديد، ومفروض أنا أختار من 40 لاعب دول وأكون فريق جديد واختار عناصر. وفي نفس الوقت كان الدوري متبقى عليه 28 يوم على الثلاث لاعبين اللي هم موجودين من اصل الفريق اللي من اللعيبه القدامى، كنت لازم اختار من العناصر دي. وفي نفس الوقت بعمل فتره الاعداد والتجهيز لبطوله الدوري العام، وانتقلنا للجزائر قبل الدوري، بدايه الدوري بست ايام. البدايه كانت صعبه جدا، وفي نفس الوقت ان انا بختار بس المجلس كان مساند جدا. المجلس مساند وكان معسكر ناجح جدا في تونس، وعارفين انها مرحله اعاده بناء، مرحله بس فيها ريسك كبير جدا. فيها ريسك طبعا يعني، انا بالنسبه لي كان فيها ريسك كبير جدا. هل هنجح هل مش هنجح، هكون فريق وفي نفس الوقت مع اسم كبير زي وفاء سطيف، وفي نفس الوقت انا يعني طبعا قلقان على نفسي وقلقان على اسمي وقلقان على النتائج. فرقه جديده محتاجه وقت، محتاجه فتره للانسجام. عناصر كلها صغيره، معظمهم من الدرجه الثانيه كمان، كلهم معظمهم من الدرجه الثانيه. ما كانش فيه الا اثنين لعيبه من الدوري الممتاز. بالاضافه للثلاثه التانيين القدامى الموجودين، فكان فيها مغامره كبيره جدا. ابتدى الدوري، في بدايه الدوري حققنا ثلاث انتصارات في الاول. صحيح. وبعدين حصل بعد دروب. الاهتزاز ضرب شويه، وبعدين بعد كده بقى في انسجام وبقى في طريقه لعب. يعني احنا كلنا يعني كنا مندهشين من الفترة القصيرة دي، وفريق جديد وان يصل لهذه الدرجة في الفترة البسيطة دي. قبل ما امشي كان لعبنا مع شباب القبائل، كسبنا شباب القبائل. لعبنا مع شباب بلوزداد، اتعادلنا مع شباب بلوزداد، وكلهم مشاركين في البطولة الافريقية. اصبح ترتيبنا الثالث في الدوري. مزبوط. فكل الناس كانت بتتكلم على التجربة، كل الناس بتتكلم على لابد ان يبقى في استخدام للمدربين المصريين يعني. ابتدى حتى الاتصال ببعض المدربين المصريين هنا بناء على النجاح اللي انا عملته بعد كل ده. صعوبه كابتن شوبير ان مفيش نواحي ماديه، وابتدت اللعيبه تضغط عليا، المرتبات المقدمات. كنت بحاول مع اداره النادي، وفي نفس الوقت اداره النادي معذوره، مفيش اي دخل ولا في اي سبونسر موجود. ودي الاسباب طبعا يعني ما خدتش فيها كتير يعني. يعني بعيد عني، وفي نفس الوقت ليهم يعني في الجزائر ليهم حساباتهم، مش عاوز اتدخل في 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 النقاط دي. لكن كان كل اصراري ان لابد يتم توفير المبالغ الماليه اللي هم مرتبطين بيها مع اللعيبه، مش مع مش مش, مش ليا. وفي نفس الوقت كان في اتفاق مع رئيس النادي، اذا لم يتم توفير النواحي الماديه دي في تاريخ معين هيبقى في صعوبه. وبالتالي رحت انا قلت له لو ما تمش توفير عقود اللعيبه والمقدمات الخاصه باللعيبه هضطر. طبعا مستحقاتك خدتها؟ خدتها بالكامل طبعا، خدتها بالكامل طبعا، وبشكرهم. لكن التجربه كانت ناجحه جدا بالنسبه لي. بالنسبه لك وفاء سطيف كل الناس بتتكلم. بعد وفاء سطيف يمكن حصل اتصال من بعض الانديه الجزائريه ان انا ارجع تاني. طبعا ما فضلتش ارجع احتراما لوفاء سطيف، احتراما لوفاء سطيف. وبلغت الناس، قلت لهم هرجع الجزائري، هرجع من بدايه موسم. هل اذا تحسنت الاحوال هناك هتكرر التجربه؟
لكن اتمنى بقى العوده للدوري المصري. طيب يعني السؤال اللي هسألك على القندوسي هتجاوبني بعد الفاصل على القندوسي وعلى تجربه المنتخب الوطني لانها تجربه كانت في غايه الاهميه، وان الاوان بقى المره دي ان احنا نكشف كل الاسرار اللي كانت مع الكابتن حسين البدري وقت تولي المنتخب الوطني. احنا بنتفرج على اللقطات بتاعت قندوزي قال لي هينفع الاهلي قوي. اه ده بجد؟ طبعا هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. اشمعنى؟ اولا لعيب منضبط جدا. منضبط جدا جدا جدا، وبعدين ده خلوق جدا وبيشتغل على نفسه. يعني القندوزي موضوع الجيم وانه يشتغل لوحده ويشتغل على نفسه حاجه كده زي علي معلول بالظبط، كان بشكل مبالغ لدرجه ان انا كنت بطلب من المعد البدني بقى يتابعه، لان هو بيحب يشتغل لوحده كتير، بيحب يخش الجيم كتير، بيحب يقيم نفسه طبعا كتير جدا. شخصيه كويسه جدا جدا، بس يمكن انا قلت هو ما بيحبش يخسر. يا باد لوزر. باد لوزر، وفي نفس الوقت بيبقى عصبي جدا لو الفرقه ما بتلعبش كويس، لو في حاجه غلط في الفرقه بيبقى عصبي شويه. فطبعا مع النادي الاهلي الامور دي هتتغير، لكن هيبقى اضافه كبيره جدا. احسن مركز ليه يا كابتن حسام؟ القندوسي بيلعب كذا حته، لكن يمكن انا في الفتره الاخيره وهداف الدوري دلوقتي كان عندي مشكله كبيره جدا جدا في مركز 10. مركز 10، وبعض الاحيان في حته الثالث كرقم 7. رقم 7 كرقم 7 بيلعب. رقم 7 هو اشول، لكن 7 بيخش على الجون على طول، يعني بيهاجم على يعني بكتري على طول. بيروح على الجون، بيعمل اسيست كويس قوي، بيروح يفنش على الجون. ومركز 10 بيعمله كويس قوي، وبيلعب كمان 8. ويقدر يلعب راس حربه ولا صعب؟ لا راس حربة، لان هو القندوسي بيحب ينزل يستلم الكورة، يعني بيحب مش من طبيعته بيحب اللي معاه الكورة فهينزل كتير. يعني لكن انت شايف انه مكسب للنادي الاهلي قوي؟ يعني هيبقى مكسب ان شاء الله، بس يبقى فيه توفيق ان شاء الله، هيبقى اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي. يعني قصة حسام البدري مع المنتخب الوطني، ان الاوان بقى نكشف الستار، يعني طريقة توليك التدريب وطريقة رحيلك. بس قول لي اللي انت ما قلتوش قبل كده. لا يعني خلاص فاتت. اولا يعني برضو اسمح لي، يعني انا مش هذكر اسماء خلاص. ما تقولش اسماء، لان انا قلت مش هقول اسماء. ماشي. والقصه موافق. انتهت، ويمكن انا قلت كلمه ان انا مسامح، لان كلمه ان انا مسامح دي معناها ان كان في ظلم. ماشي. في ظلم، كون ان انا اقول مسامح يعني معناها ان انا انت سامحت فعلا. انا طبعا خلاص. يعني عاوز اقفل، لان انا تعرضت لظلم كبير جدا جدا جدا، ويمكن وقتها نتيجه ان انت بتقول توليت عشان كان تكليف ليا ان انا اتولى المسؤوليه، وانا طبعا كانت واضحه جدا ان هو تكليف. نعم. وانا سعيد جدا بالتكليف ده، وكان عندي امال كبيره ان انا احقق حاجات، وبالفعل لغايه ما مشيت انا كنت محقق كل المطلوب مني. كويس. كل الاهداف اللي كانت مطلوبه مني اتحققت. لكن مفيش حد يا كابتن شوبير، موضوع المنتخب جاء لي ان حسام البدري تولى في ظروف صعبه جدا، اللي هي ظروف كورونا، وبعد كورونا اما ابتدى يبقى في بدء النشاط والدوري العام والضغط في الدوري العام، لدرجه ان انا متذكر اول اجنده كنا مجتمعين في اتحاد الكوره وبنتكلم ان المباراه الدوري العام هتبقى كل 72 ساعه في مباراه، وبالتالي كان لسه حتى ما فيش موضوع انك انت تختار مين اللعيبه اللي ممكن تبقى موجوده في المنتخب. في عناصر معروفه ان هي بتبقى موجوده مع المنتخب، لكن كان وقتها في بطوله الامم الافريقيه بالنسبه للمنتخب الاولمبي ما كان موجود، وكان في عناصر موجوده. كان ممنوع انك انت تجبر اللعيبه المحترفه خارج مصر. كان وقتها القوانين من الاتحاد الدولي ممكن يقول لك ممكن يقول لك لا. ان هم في الاستدعاء للاجنده، فكانت الامور كلها غير مستقره. ومع ذلك كان يعني اجندتين اللي كان صعب ان انا العب في مباراتين. ما انا بقولها كابتن شوبير، انا بقولها الظروف كلها، دوري عام كان لسه بيرجع، مباراه كل 72 ساعه، الاتحاد الدولي اقر ان ممكن المحترفين ما يجوش. النادي لو قال لك لا، او اي دوله قالت لك لا، يبقى خلاص مفيش اي عقاب على اللاعب. المنتخب الاولمبي كان على طول عنده الدوره بتاعته، كان في عناصر كتيره زي رمضان صبحي، زي فتوح، زي مصطفى محمد، كان اكتر من لاعب.
فكل العناصر دي مش موجوده. انا هيبتدي الدوري العام فهبتدي اتفرج على العناصر اللي ممكن اضمها للدوري العام، فبالتالي لسه بكون الهيكل اللي موجود، المحترفين مش هيجوا، فكان في صعوبه او في يعني لو انت عملت في اول اجنده مباراه هتعملها ازاي؟ نعم. وتستدعي مين؟ الاجنده الثانيه كان اهلي وزمالك وبيراميدز افريقيا عندهم مباريات، كان بيراميدز والاهلي موجودين خارج مصر، والاجنده بعد اما تنتهي مباراتهم ب 72 ساعه فكان في صعوبه جدا، وتقال لي العب باي ناس. اما يتقال لك العب باي ناس يعني هل هيكل منتخب مصر ان انا العب باي ناس ولا اخد رفضت طبعا كلمه العب باي ناس دي، يعني قالوا لك يعني وقتها جات لي الرساله العب باي ناس، هو منتخب مصر يعني بيبقى الشكل ده ان انا العب باي ناس ولا قوام منتخب مصر العناصر اللي هي المفروض تبقى موجوده، المحترفين الموجودين اللي انا شايفهم يبقوا موجودين. وبالتالي يمكن اما تمت المباريات الرسميه وبطوله تصفيات افريقيا الحمد لله كان في لعبت كم مباراه يا كابتن؟ لعبت 10 مباريات لم تخسر في اي مباراه، ما خسرتش اي مباراه، ما خسرش اي مباراه، وبالتالي نعم. تاهلت لبطوله الامم الافريقيه اللي كانت في الكاميرون، نعم. اول مباراتين في تصفيات كاس العالم كسبت مباراه وتعادلت مباراه، نعم. وكان في اندهاش كبير جدا، لكن كان واضح ان كان في تسويق لتشويهي عشان ارحل. مش هقول لك اسماء، لا مش هتقول لي اسماء، لكن انا دي كان بديهي بالنسبه لي، ومع ذلك انا ما كنتش بطلع خاطب خالص الراي العام ولا بتكلم، قلت هشتغل واستمر. كنت بعتقد ان من الوعي لو في ناس عندها خبره او ناس عندها امانه، خبره وامانه، ان اما انت تبقى محقق كل حاجه ما ينفعش انك انت يعني مش عاوز اقول اصل كلمه افتراء دي يعني معناها ان انا كانت في مؤامره؟ لا في رغبه، في رغبه، الرغبه دي انا ما اعرفش ايه اللي وراها. نعم انت طبعا في اتحاد الكوره كان بقالك فترات وعارف الرغبات بيبقى وراها ايه، فكان في رغبه وفي تشويه ليا مع المسؤولين، لدرجه ان في بعض الاحيان كان حصل تضاد، وانا بقولها دي لاول مره عشان انت قلت لي ها، ان في ناس بتقول لك ده فلان قال لنا قدموا مذكره، والجهه الاخرى بتقول لك ده مش احنا، ده الفلان التاني هو اللي بيقول لك قدموا مذكره ان انا امشي. نعم. هل يدار منتخب مصر بالشكل ده؟ بتتكلم على الاتحاد وبتتكلم على الجهه الاداريه. انا مش هنذكر اسماء بقى خلاص. طيب. فبالتالي يمكن انا عبرت عن بعض من الجو اللي انا كنت بشتغل فيه، فكان في صعوبه ليه؟ وبالتالي انا بقول من الامانه، لان انت لما بتبقى مسؤول بتبقى عارف ان انت بتادي اللي عليك، وبتبقى عارف ان انت بتهيئ كل الظروف، وبتبقى عارف ان انت لو اجتهدت هيبقى في توفيق. طيب انا وقت خلص فاضل لي دقيقتين، ليه ما عاقبتش مصطفى محمد بعد مباراه الجابون؟ على عاقبه على ايه؟ على السلوك اللي عمله. انا بالنسبه لي ما كانش في اي سلوك سيء بالنسبه مصر كلها شافته. لا انا بالنسبه لي كحسام البدري انا الراجل جاب جون وانا كنت بحتفل برضو مع على الدكه مع اللاعبين، يعني كنا بنحضن بعض، وفي نفس الوقت لقيتهم هم ناس بتحضن مصطفى محمد وناس، وطلعت قالوا لي ده مصطفى محمد انفعل في الملعب بشكل غير لائق، ده اللي اتقال لي في الاوضه. قلت لهم انا ما شفتهوش، لو في اي تصرف خارج معايا كان هيبقى ليه رد فعل. نعم. انا التقيت بمصطفى محمد قال لي يا كابتن انا اسف انا كنت منفعل شويه عشان كان عليا ضغط الفتره اللي فاتت. طيب. وقلت له وقتها انا متذكر لان انا وقتها في الفندق، قلت له انت جاي متاخر على المعسكر، لكن انا بقول لك انا ممكن اعتمد عليك في المباراه دي بالرغم ان انت عارف ظروفك ان انت متاخر غصب عنك، وبالتالي كان اختياري ان هو يبقى موجود ويشارك في المباراه، وهو هو اللي جاب هدف التعادل. استبعدت احمد فتحي من المنتخب؟ لا ما استبعدتهوش. صمم على انه يبقى الكابتن؟ احمد فتحي؟ ايوه. لا لكن استبعاده بعيد، انا ما بخلطش الامور. لا انت ضميته وبعدين؟ لا خالص، لا ما ضمتهوش. ما انضمش من الاصل؟ لا ما انضمش. يعني كل اللي سمعناه انه موجود في المنتخب كان غير صحيح؟ طبعا خالص، يعني ما رفضتش شرط الكابتن؟ لا 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 خالص، ما كان في حوار، كان في حوار انا يعني انا وصل لي ان كان في حوار في النقطه دي. نعم. لكن وقت وانا بختار ببقى عادل جدا، لو كنت مختار احمد، لو كنت محتاج احمد فتحي كنت هاخده. طيب. لكن في وقت في البدايه كنت محتاج احمد فتحي وكان موجود معايا وادى بشكل كويس. انت اللي اخترته كابتن منتخب ولا حد قال لك؟ انا لا انت. خالص خالص، بل بالعكس. انا ما اخترت محمد صلاح. نعم. اللي كانوا بيحاولوا يشوهوا حسام البدري برضو. كانوا بيحاولوا يقولوا لي ليه ووصلوا الناس ليه انت اخترته كده، كانوا عاوزين برضو يبقى في مشكله في موجوده في المنتخب، لكن انا اصريت على رايي وقلت محمد صلاح اللي هياخد الشاره، وكان ده قراري. لكن كان في بعض المسؤولين بيقولوا لي ليه وعاوزين يعملوا مشكله في المنتخب.